كان في إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف يوم 8 مارس كل فعاليات المجتمع المدني تحتفي بطريقتها بالمرأة. نحن في شبكة وحدة للسلامة الطرقية بالصحراء فكرنا أن نحتفي بالمرأة بما يتناسب مع القطاع الذي نشتغل فيه وهو قطاع السلامة الطرقية، وذلك من خلال تقوية القدرات ديال المرأة السائقة خاصة في المجال ديال القيادة وديال التعامل مع الأعطاب المحتملة على الطريق، لأن نوعا ما كيبقى المجال الميكانيك هو مجال اللي هو حصر على الرجل، فالمرأة ممكن أنها تحصل على رخصة السياقة، ممكن أنها تقتني سيارة، ولكن حين الإصابة بعض الأعطاب الخفيفة ولا غير في الصيانة فكتعتمد دائما إما على الأخ على الأب على الزوج أو على الإبن. فاحنا فضلنا أن نقويو المهارات ديال المرأة في هذا يعني في هذا الميدان هذا من أجل أنها تكون عندها المقدرة يعني لمواجهة أي نوع من العراقيل اللي ممكن تصادفها على الطريق. أنا كوني مدرب السياقة أنا نشجع المرأة على السياقة، أنها المرأة حاجة ثاني من السياق ضروري المرأة تعود تسوق، فهمت؟ والمرأة كتواجه صعوبة من ناحية السياقة من ناحية الرجال، الرجال دائما يحضروا المرأة يقولوا عنها أنها خاصة تسوق، بعض منهم مو كاملين وعنها عندها تخوف من السياقة وديما كت عندها عرقلة السياقة تعرقلهم بطريق السياقة. أنا نشجع المرأة على السياقة. وهو احتفاء من نوع خاص يريد ان يضفي يعني الجديد في قضايا المرأة، يعني هذه الدورة التكوينية التي تأتي من اجل تمكين المرأة في مجال السياقة على اعتبار ان ليس هناك ما يميز المرأة عن المرأة فيها ما يميز المرأة عن الرجل في هذا المجال، انا اعتبرها بالنسبة لي وفيها إضافة نوعية لهذا الإقليم ولهذه الجهة، لان تمثلات المجتمع تدل على ان المرأة تكون عاجزة عن التعامل مع المركبة ومع مهارات السياقة، ولكن هذه الدورة التكوينية فعلا تمكن النساء المشاركات والمستفيدات من معرفة آليات التعامل مع المركبة وآلي ومهارات السياقة الجيدة.